بيقولوا كده. الست لو في الظهر ما ينحنيش دهر زمن، يعني مقولة بتنطبق على الست فاتن بعد ما واجهت هي وزوجها أزمة عمالة في الورشة بتاعتهم للرخام، بتحصل أحيانا عادي يعني لكل جواد كبوة زي ما بيتقال. فتقرر الست فاتن إنها تكمل مع جوزها مسيرة العمل حتى لا يتوقف مصدر دخل الأسرة. مهنة الرخام مهنة شديدة وصعبة وخشنة وتقيلة وعايزة مجهود كبير. طب الست فاتن عملت إيه؟ أدعوك لمشاهدة التقرير بتمعن، وعليك أن تعمل مش بس عقلك، عاطفتك وأنت تشاهد. هو الشغلانة دي من 10 سنين عارفاها يعني، بس من 5 سنين نزلت الورشة، قلت بقى أتعاون مع جوزي وكده من حبي فيه يعني، فقلت أنزل أشتغل معاه وأتعاون معاه. وما حدش ساعدني، انا بعناية كده بصيت وشفت وهم لوحدهم كده لقوني ماسكه الصاروخ وبشتغل، وحتى ايه انت ازاي تتجرأي وتعملي حاجه زي كده ازاي يعني. فانا قلت لهم انا نفسي اعمل كده، بس ولقيت نفسي ماسكه الصاروخ ولقيت نفسي بقف على المكنه ولقيت نفسي واقفه هنا بعناية، مش ما حدش علمني لا. بقوم الساعة 7 الصبح، برجع الساعة 6 المغرب. بقوم الساعة 7 الصبح لو عندي حاجات عايزة أعملها بنفصلها، وبعد ما بنفصلها بنحطها على تتقطع تتلمع كده تتشطب، أقف أشطبها الحاجات دي كلها. وعلى فكرة لوحدي ما فيش معايا حد الحمد لله يعني، لوحدي يعني الحمد لله يعني، ربنا برضو يعني مقدرني إن أنا أقف يعني الوقفة دي يعني. الرخام ده بيجي طاولة كبيرة يعني، طاولة ماشي، بقطعه بالصاروخ، وبعد ما بقطعه بالصاروخ لازم يتلمع على المكنة دي اللي ورايا دي، وبعد ما يتلمع لازم يتقطع هنا مقاسات اللي أنا عايزاها بقى، إن كان مطبخ إن كان سلالم سلم يعني حوض كده الحاجات دي تربيع. اصلا اللي جابرني عليها والله العظيم يعني انا عندي يعني ولد في ثانويه عامه وعندي ولد صغير وايجارات عليا بقى، ايجارات وعليا ايجار شقه اصلا يعني، انت عارف اصلا مش مجازيه خالص اصلا الشغلانه اللي انا فيها دي مش مجازيه خالص. الصنعه دي ما بقتش زي الاول، كله دلوقتي بقى ايه يسترخص اللي هو السيراميك ده، عارف انت السيراميك؟ كله بقى يسترخص السيراميك ويوفر وكده عشان الظروف الماليه بتاع الناس مش سامحه ان هم يجيبوا رخام، فبالتالي بقى تلاقينا مريحين كده، الجو مريح بقى وقاعدين كده. حاجه بيتي بعملها من بالليل، وان كان مثلا الشغل وكده بنزل الصبح يعني، حاجتي كلها بعملها من بالليل. اكيد بعد التعب ده في راحه والله، أكيد ربنا رحيم على عباده يعني، أكيد أكيد كل واحدة بتتعب هتاخد حقها، لو ما خدتوش في الدنيا هتاخده في الآخرة.